وهذا الأمن في البلد الحرام حرمه الله عز وجل متى؟ يوم أن خلق السماوات والأرض، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم: إن الله حرم هذا البلد يوم أن خلق الله السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ولا يتعارض هذا مع ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن إبراهيم حرم هذا البيت ودعا لأهله. فإبراهيم أراد بذلك أن يذكر الناس بما كان عليه الحكم السابق في قضاء الله عز وجل، كما قال القرطبي في التفسير: وإنما الذي حرمها ابتداءً هو الله. متى؟ يوم خلق الله السماوات والأرض. فجاء إبراهيم فبين ووضح وأشاع هذا الحكم مرة أخرى، وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة وقال: إنها لم تحل لأحد، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم قال: فهي حرام بحرمة الله عز وجل إلى يوم القيامة.